إذا تكلمنا على الأزمة اللي عرفها قطاع المحامون اللي كان احتج أولا على ما صدر في الميزانية ديال 2023 ومن تضييق على هاد المحامون حتى خارج القانون كيفاش يمكن لهم يؤديوا الضرائب بالفعل. هذه هيئة اللي هي مهمة وخصها تؤدي الضرائب وكتؤدي الضرائب واللي خصها أنها تنظم في إطار واحد المنظور شامل ديال إصلاح العدالة في البلاد ديالنا باش بالفعل نوصلوا لاستقلال القضاء ونوصلوا للمساءلة ديال جميع المسؤولين كيف ما بغاو يكونوا وكيف ما كانوا وفي أي منصب كانوا. هاد الشيء ما كاينش. كنشوفوا اليوم مع هذا الخبر المحزن ديال المباراة ديال المحامون ديال المحاماة باش يمكن لهاد الشباب اللي هما عندهم إجازة ولا كذا باش يدوزوا يعني الاختبار ويوصلوا لهاد المهنة الكبيرة والمهمة ديال المحاماة اللي هما غدا غادي يكونوا مكلهم ملفات ديال المواطنين والمواطنات واللي خصهم يترافعوا باش يحقوا العدل والإنصاف بالنسبة للمغاربة. كنشوفوا هاد المباراة يعني كان وراءها لغط كثير ماشي غير زلة اللسان ولكن باش نسمعوا بأنه كيتقال لنا أنه راه تفتحات هذه المباراة 2001 وأن غير 800 اللي جابوا المعدل الآخرين دوزنا واش كندوزوا المحاماة بلا معدل؟ كي داير هذا الشيء؟ علاش حنا مشينا في نظام التفاهة؟ علاش مشينا في تبخيص المهنة المحاماة كيف بخصنا مهن كثيرة أخرى؟ حتى الباحثين اليوم كيقول لك حنا خصنا جيل جديد من الباحثين غادي نطبخوهم في كوكوت مينوت ونخرجوهم عوض أننا نديروا مراكز البحث وأننا نشجعوا الباحثين المغاربة اللي هما يعني وصلوا لواحد المستوى عالي سواء كانوا في المغرب وجاوا من الخارج ولا هادو اللي عاد التحقوا بنا من الخارج يعني اليزامي والودغيري وغيرهم وغيرهم. اش درنا بهم؟ ما عرفنا ما نديروا لان بلادنا خليناها متخلفه ولان السياسه ديالنا بقات مترديه. كيف يعقل انه حنايا يعني ما بقيناش كنقولوا القرن 21؟ هذا القرن 21 راه غادي فات الربع ديالو وحنا باقين في المحسوبيه وباقين في باك صاحبي وباقين في الفساد المبين. واش العلم دخلوا الفساد؟ شنو بقى؟ شفنا الفساد الاقتصادي، شفنا الريع، شفنا الاحتكار، شفنا يعني استغلال النفوذ. واليوم في الجامعات ديالنا في المبارات باك صاحبي هادي نجحات جوج مرات ما جاتش، هذا ما عمره ما كان، هذا مدير اشنو دار؟ وما كاينش المحاسبه. واليوم المحاماه وما وقع في المحاماه يسائلون عن ماذا؟ عن لماذا يحصل مثل هذا في بلادنا؟ علاش؟ اولا لان ما كاينش المحاسبه، ثانيا لاننا خلقنا احزاب اللي هي ما عندها لا مشروع مجتمعي ولا والو وانها تتوصل وتجي في المراتب الاولى في انتخابات المزوره. اننا خلينا ناس يعني دخلوا المؤسسات ديال الدوله من اجل الاستفاده بطريقه او باخرى وما كاينش المحاسبه، لاننا خلينا وقبلنا بحكومه محكومه كتعمل تصريح من جهه وكتبدا تطبق فينا سياسه ديال التقشف اللي كيمليها عليها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي. كيف يعقل السياده ديال بلادنا مشات، الخيرات ديال بلادنا مشات، والنهب والجشع مستمر، وهذا المجال ديال الشغل اللي هو اساسي لان الشغل هو الذي يعطي للانسان انسانيته. كنلقاو بانه اولاد فقراء والطبقه المتوسطه اللي كيقريهم والديهم وتيجاهدوا معاهم ملي تينجحوا كتجي المباراه وكيكون فيها الغش وكيطلعوا ولاد هذوك هما الاولين ولاد الفقراء والطبقه المتوسطه تيقولوا سبحان الله ما نجحتوش معدل ولا ما معدل ما كاينش هادشي، هذا ما كنتكلموش عليه. وهادشي اللي عطانا عاد هادي ما كملناش حتى اسبوع وليداتنا غرقوا في مير اللفت. علاش كيمشيو من المغرب في نظركم؟ هذا اجمل بلد في العالم واللي وصل للنصف النهائي ديال كاس العالم بالكره واللي عنده علماء في لانازا وفي لو سيرن وفي هذا، علاش وصلوا لهذا الشيء؟ لان كاين الفساد في البلاد، ما كاينش الحقوق، ما كايناش دوله الحق والقانون. هذا الشيء علاش وليداتنا كيغرقوا والامهات والاباء في ماساه دائمه والشعب المغربي كله في ماساه دائمه. راه شفنا وليدات تادلاو دائما كيبغيو يهربوا باش على الاقل ربما غدا كيبان لهم الامل في الخارج. بالفعل حنا تتشوفوا وليداتنا اللي مشاو والديهم هربانين من الجهل، هربانين من الفقر، ومشاو خدموا وضربوا تمارة في الغرب، يعني طلعوا لنا وليدات من مستوى عالمي لأنهم عاشوا
مناخ ديال الحريه. هادو ديالنا كنبقاو ظالمين عليهم وكنخوفوا فيهم وكنخلعوا فيهم وكنحرموهم من ادنى حقوقهم وحريتهم، وحتى ملي كيوصلوا بجهد جهيد كنمنعوهم كندير لهم الحواجز، لان الفساد هو اكبر حاجز. انا بالنسبه ليا سمحوا لي ماشي كل سنه غنبقاو نتكلموا على هادشي، نحن نطالب بالمحاسبه، نحن نطالب باش نديروا حد لهاد الاحزاب الفاسده اللي فيها ناس كيمشيو يبيعوا الوراق وتيرونوا وتيزوروا في الانتخابات وتينهبوا، وفيها ناس كذلك كيستغلوا النفوذ باش يدوزوا ولادهم وعائلتهم وصحابهم. هادشي خصو يحبس. حنا بغينا مغرب ديال تكافؤ الفرص، بغينا مغرب اللي تكون فيه العداله الاجتماعيه والعداله المجاليه والمناطقيه، بغينا مغرب ماشي وليدات كينتفضوا على المدرسه وعلى السبيطار ندخلوا من الحبس، وحدين اخرين لانهم كينتميوا لواحد الطبقه اللي هي مستوليه على كل شيء، يمكن لهم يقراوا في الخارج ويجيو لهنايا والمناصب ليهم والشغل ليهم. اش بقى لينا حنا الفئات الواسعه؟ اش بقى حنا زعما قاسين في هاد البلاد ما عندنا فيها حتى شي حق؟ ولهذا انا بالنسبه لي هاد ما وقع هو راه داك النقطه التي افاضت الكاس. راه المغاربه عيوا يصبروا، راه المغاربه كيشوفوا وتيحتجوا وكينتفضوا بطريقه حضاريه وسلميه، وكيقولوا لكم المسؤولين في الدوله ماشي هاد الحكومه محكومه بوحدها، راه خصكم تنتبهوا لهاد الشيء هذا باش نحافظوا على السلم في بلادنا، باش يمكن لينا يبقى الافق مفتوح، وباش يمكن لينا نحافظوا على واحد الجانب من السياده ديال بلادنا، باش يمكن لوليداتنا يعيشوا هنا وهما فرحانين بالانتماء ديالهم وتيشوفوا بان بلادهم كتقدم وهما معاها كيتحروا وكيتقدموا. اذا هذه ماشي غير واقعه، هذه راه كارثه وقعت، وخص المحاسبه الصارمه، وخصنا نوضعوا حد لهذا الشيء، والا راه المسؤولين غادي يكونوا لا قدر الله مسؤولين على شي انفجار. حنا ما بغيناش بلادنا، حنا بغينا بلادنا تقدم، راه قدمنا تضحيات الجسام، هذا الشعب هذا قدم تضحيات الجسام، وبغى اليوم انه جميع ابناء هذا الوطن وبناته يستافدوا على قدم من المساواه في كل الجهات ديال الوطن، ما يبقى لا باك صاحبي، ما يبقى لا استغلال النفوذ، ما يبقى لا تجاوز القانون. بغينا دوله الحق والقانون، هي اللي غادي تصون الحقوق، وهي اللي غادي توضع حد للفساد وللتفاهه التي عمت ووصلت حتى المباريات ديال المحامين. وتحيه لكم.